السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما غادي تشوفوا معنا هذا الوزان اللي كيعبر الماء فين كاين في الأراضي، يعني غادي تعطينا الآراء ديالكم والأفكار ديالكم والتعليق ديالكم، كيفاش جاتكم هذه الفكرة هذه ديال العبر ديال الماء، يعني كيقلب على الماء فين جاي، يعني بطريقة ديال العمود ديال الزيتون. نخليكم مع الفيديو إن شاء الله وتعطيونا التعليقات ديالكم، أنتم تشوفوا واش هذه الطريقة يعني ناجحة 100% أو لا، لان كل واحد وشنو كيستعمل، وكتشوفوا تبارك الله كيفاش كيستعملها هنايا الطريقه غير بالزيتون. خليكم مع الفيديو كتشوفوا هنا فين كيستعمل رجليه، راه تما اللي كيقول لك تما كاين الماء. هنا ادخل داخل، شوف الوطا في الوسط داخل، كتشوفوا هنايا كيدور على على الارض كامله تقريبا، كيدور عليها هذه الارض فيها نص كتر تقريبا، كيدور عليها وكيشوف فين كاين الماء. ها انتما فين كيتبع الحركات ديال العمود ديال الزيتون، ها انتما الطريقه اللي كيتبعها كيقول لك اوديها فين كاين الماء، ولكن ما يعطيكش العمق ديالو واش كيكون فيه، ولكن كيقول لك هاد الجهه فيها الماء. انتما هنايا كيحفر، هنا كيخبش، كيقول كتما كاين الماء. ها انتما المره الاخت الزوجه هنايا عاود كيحفر كيقول كتما الماء كاين هنا عاود. هذا راه واد واد واد، هو راه دخل دخل من تما وخرج منها اللي يخرج واد ياك. الواد هذا راه زي واحد حاسين بها الزيتون اللي عندكم هذوك هادو هنايا، هنا بير، هنا الماء كاين الماء، هاد الحسيجه هنا في السونتر ديالهم، السونتر ديالهم تما دوك الواد من من هذا. عاود لي هاد الهضره قال لي قول بحال الحسيجه هنا في السونتر ديالهم، ما بين هذيك البلاصه وديك البلاصه، ما بين البورنيه والبورنيه، بورنيه لاكس لاكس من 40 حتى ل 100 كاع، وما راه كراب ديال حتى شي. تبارك الله اللي راه جاي، يعني راني قلت لك عندك الشجره تاعك، راه تما الحاسي ما يخويش ما يريش الموتور الليل ونهار، هو نضربو قدام السكله فوالا، شي جا قدام السكله غادي يمشي للاتجاه الاخر، عاود كيمشي للطريق على الطول الجهه الاخرى ديال هاد الارض هذه كيمشي لها. هما نتوما كيقلب هنا على الماء كما تشوفوا كيقلب. نتمنى تعطيوني التعاليق ديالكم وتعطيونا تشوفوا واش هاد الفكره يعني مزيانه ولا لا، لان كانت وراه كاين الناس اللي كيستعملوا الات متطوره ولكن ما كيخرجوش في الماء تقريبا، وكاين الناس اللي كتستعمل غير هاد العمود ديال الزيتون وكتنجح لهم، ولكن كلشي بالاراده ديال الله، ماشي كنقولوا كلشي بالسبب ديال الله. هو الانسان يتوكل على الله وكيعطيك المكان فين كاين الماء، ولكن ما يعطيكش العمق، ولكن يقدر يقدر لك يقول لك يمكن كاين هاد المسافه ديال الماء، ولكن ما يعطيكش الماء شحال فيه، واش 200 متر ولا 100 متر ولا 150 متر. شوف تبارك الله هو كيتمشى مازال، ما هنايا ما عطاهش يعني واش كاين الماء، يعني هذا الاتجاه هنا راه ما فيهش الماء، هنا كما راكم شوف مازال هو كيتمشى يعني راه ما كاينش. ايه خروم خروم، يعني هنا الجهه ما كاينش، هاد الجهه كاش، ومن هنا نقدروا نشوفوا واه، يعني المرة راه فديك الجهه كلشي تحت صافي. و عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يبقى يوصلكم الماء الجديد، وعطيونا اللايك 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 ان شاء الله بحول الله. فين هذيك يا نيشان؟ كاين زوج بلايص تما، هنايا وكاين هاد البلاصه عاوده، ها هي هنا.
كاين جوج بلايص. لا هذا واحد. واه يعني فين ما بغى يحفر هنا الماء. ما بغى يحفر هنا ولا هنا هيك كيف. صافي. الله يسخر لهم. الله يسخر لهم.